السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا دوزتوا العيد ديالكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نقدم لكم تحليه او ديسير كيجي مبرد في هذا الصهد وساهل التحضير. غادي نبدا بالمقادير. عندي نصف لتر تاع الحليب، عندي فلون كراميل، فلون تاع 4 اشخاص 50 غرام كما كتشوفوا. عندي علبه تاع البسكويت، اي بسكويت بغيتو، انا خدمت بهيرنيز، نتوما يمكن لكم تخدموا باش ما بغيتو. وعندي جوج بنانات او جوج موزات. غادي نبدا معكم في طريقه التحضير. غادي نجيب كاسرول، غادي نخوي فيها الحليب ديالي، وغادي نجيب العلبه تاع الفلان كما قلت لكم. فلو الكراميل، حيت الكراميل هو اللي كيتواتر بزاف مع الموز، غادي نخويها هنا. غادي نجيب الخلاط اليدوي، غادي نحركها حتى كيتوصل ليا بهذا الشكل هذا، وغادي نحط الكاسرول ديالي فوق النار. انا نكون مهيله مع التحريك باش ما يلتصقش ليا داك الفلون ديالي في التحت ويتحرق. غنبقى نحرك حتى كيغلاو ليا هاد المكونات اللي عندي. كنستمر هكا في التحرك درجة الغليان. كيف ما قلت لكم انا راه سرعت الفيديو شويه باش ما تبقاوش معايا وانا غير كنحرك. وفي هذه المرحله هذه اخواتي اللي بغات تضيف معلقه تاع النشا، تكون معلقه كبيره، الا بغات الخليط يكون عاقد تضيفها. كتبقى هذه المرحله اختياريه، اللي ما بغاتش تخليه غير غير هكا غير الحليب والفلون. صافي غير كيغلى ليا الخليط ديالي وكنحيدو على النار. ملي كيغلاو لي المكونات ديالي على هاد الشكل هذا كيفما كتشوفو، غادي نحن نزول الكاسرول ديالي ونحطها على جنب حتى تبرد شويه. غادي نجي ندير معكم المرحله الثانيه. غادي نجيب كاس تاع الخلاط الكهربائي وغادي نقطع. بهذا الشكل هذا غادي نحركهم هنايا. غادي نجيب داك البسكويت اللي عندي، غادي نحاول نلصقه باش يتحل ليا دغيا التيوله. قطع صغيره بهذا الشكل غير عشوائيا. إذا ما يبرد ليا داك الخليط تاع الحليب والفلون لي عندي، ديسير ساهل بمكونات اقتصادية، والأهم أنه كيجي رائع في المذاق. كنتمنى منكم تجربوه ومبرد في هذا الصيف هذا. يمكن لكم تحضروا حتى للضيوف ديالكم. نساليت الكميه كلها هي اللي عندي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نحطو على جنب على ما يبرد ليا داك الخليط الاول اللي حطيت. وغادي نجيب الكؤوس ديالي اللي كنت نقدم فيها كما كتشوفوا. كؤوس كيبقاو اختياري وعلى حسب افراد الاسره اللي عندكم. وغادي نجيب
داك البسكوي تما درت العلبه وهنايا كنتي غير شويه ماشي بزاف تقريبا شي ربعه البسكويتات وكنفلستهم على هذا الشكل. هذه المرحله كتبقى اختياريه وعلى حسب الا عندكم كيكه بايته اولا اوريو اولا اي بسكويت بغيتو ديروه ولا شكلات ديروه في تحت بحال هكا على هذا الشكل هذا. وكنتسنى على الخليط ديالي حتى كيبرد وغادي نجي نكمل معكم. بعد ما كتبرد ليا تيبرد ليا الحليب والفلون اللي خلطت هنايا ماشي كيبرد تماما المهم كيدفى غير على حساب الخلاط. غادي نفرغو فوق هذوك المكونات اللي درت وغادي نمشي نطحنو وغادي نرجع معاكم. بعد ما كنطحن المكونات كلهم اللي عندي كنجيبهم كنفرغهم على في الكؤوس ديالي على هذا الشكل هذا. والكميه البنات غادي تضاعفوها على حساب افراد الاسره اللي عندكم. هذا الشكل هذا ملي كنفرغ الكمية اللي عندي كلها هي في الكؤوس على هذا الشكل هذا كنجي لمرحلة التزيين. ومرحلة التزيين كيف ما كنقول لكم دائما كتبقى اختيارية. انا غادي نعطيكم غير فكرة. غادي نجيب بنانة هي باش غادي نزين. يمكن لكم ديروا مكسرات يمكن لكم ديروا اي فاكهة عندكم كتواتى مع البنان ومذاق الكراميل. غادي نقسمها على هاد الشكل هذا. غادي نزين تزيين عشوائي بهاد الشكل هذا. كنتمنى الطريقه تكون واضحه. وغادي نجيب هذا السيجار كيف ما كتشوفوا راه معروف ها هو. وغادي نحاول نزين به حتى هو. بهذا الشكل هذا كنتمنى اخواتي الطريقه تكون واضحه. وانتم كيف ما كنقول لكم التزيين كيبقى على حسب الضغط تاع اي وحده فيكم. يمكن لكم ديروا مكسرات يمكن لكم ديروا الشكلاط يمكن لكم ديروا شي فاكهه اخرى كيف ما قلت لكم قبل كتواتى مع مذاق الكراميل. بعد ما كنكمل التزيين تاع هاد التيسير او التحليه ديالي كندخلها للثلاجه حتى كتبرد وغادي تقدموا بالصحه والراحه. هذه هي الوصفه ديالتنا اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وما تبخلوش عليا بلي جيم وبشي كومونتير مشجع باش نستمر في تقديم وصفاتي الاقتصاديه وسهله التحضير كيف ما كنقول لكم دائما. بالسلامه عليكم اخواتي. نتلاقاو في فيديو وصفه جديده. الى اللقاء.